اذا عندي بي 9 14 بيجي بنسال السؤال الان عن الكنترولابيلتي. فهلا الاوتبوت كنترولابيلتي عفوا هاي ستيت هاي هون اللي فحصناها هي ستيت كنترولابيلتي. الاوتبوت كنترولابيلتي ماتريكس انا رح اسميها او سي. او سي بدها تساوي اذا متذكرين او سي حتى تتذكرها بسهوله حط بي بعدين اي بي اي سكوير بي لحد اي ان ماينس 1 بي بعدين نضرب في سي في سي في سي في سي ونحط دي. اوكي حتقدر تتذكرها هاي كانها هي كانها تعديل على الكومبليت الاوتبوت كنترولابيلتي. اخذنا الفول ستيت كنترولابيلتي ماتريكس ام ضربنا كل التيرمز هدول بسي. لاحظوا هون عندي ان بلس 1 تيرمز مش ان تيرمز هدول عددهم اللي حطيناهم هون ان بلس 1 لانه عندي هون من 0 ل ان ماينس 1 هدول ان واجا دي دي ومنطق انه تدخل دي معي مش هيك ومنطق انه تدخل سي ومنطق انه تدخل بي لانه انا صار عندي علاقه مباشره بين الاوتبوت والانبوت والاوتبوت. ممكن هذا يصير عن طريق دي وممكن يصير كمان عن طريق سي واي وبي كانه هذا التفسير التفسير تبع. هلا هاي الماتريكس لما نحسبها هلا راح تصير هلا انا عندي عدد الانبوتس والاوتبوتس عندي 2 باي 2 مش هيك راح يطلع معي هلا راح تطلع نحطهم خلينا نحطهم شوي شوي نحطهم وحده وحده. فعندي راح اخذ اول شيء سي بي سي بي بتطلع معنا 0 1 1 و0. هلا لاحظوا كل وحده من هدول ايش لازم تكون دايمنشنز تبعتها نفس دي بس دي شو كانت 2 انبوتس و2 اوتبوتس مش هيك. فالفكرة دي ما بتساعدنا كثير هون في الكنترولابيلتي الاوتبوت كنترولابيلتي لانها زيرو هون. فهدول كلهم راح يكونوا نفس الدايمنشنز فراح يطلع معي الدايمنشنز النهائيه 2 في ان بلس 1 في 2 3 و1 4 في 2 8 فالمفروض يطلع معي 2 باي 8. فعندي سي بي هيك قيمتها تطلع بعدين عندي سي سي بي سي اي بي تطلع 0 2 2 0 واخر شيء سي اي سكوير بي 0440 فبيطلع معي الان او سي 0110 0220 0440 نفس الشيء. هاي مش سكوير فبدي افتش على الرانك. الرانك اعلى قيمه لها ممكن تكون دي ممكن يكون 2 هاي 0 0 0 اوكي 2 ب 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 هدول 3 اجوا 3 في 2 اجوا من ستيتس 3 في 2 زائد 2 اجوا من دي. بدنا نفحص ايش بدنا نفحص الان؟ الرانك. الرانك ما بصير تكون طبعا اكبر من 2 اكبر شيء 2 فبصير افتش على مربعات 2 باي 2 هاي واضح مثلا انه هاي مش 0 بالدتيرمنت تبعتها مش هيك 0 ب 0 ماينس 1 وهاي او هاي مثلا واحد في اثنين ففي عندي على الاقل وحده. اذا الرانك تبعت او سي بتساوي اثنين. اذا السيستم اوتبوت كنترول فولي اوتبوت كنترول. حتى تكمل نفس السؤال